وأجمل منك لم تر قط عين يا رسول الله، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي سيدي يا ابن عبد الله، روحي فيك والهة، والجوى قد بات في قلبي وفي مقلي. يا ابن عبد الله، روحي فيك والهة، والجوى قد بات في قلبي وفي مقلي. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي سيدي حبك المشغول في صدري، أتيه به خير ما قدمت من فعلي ومن عملي. حبك المشغول في صدري، أتيه به خير ما قدمت من فعلي ومن عملي. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي سيدي بعد حب الله أنت الحب أنقشه، في ثنايا القلب يا ريحانة رسلي. بعد حب الله أنت الحب أنقشه، في ثنايا القلب يا ريحانة رسلي. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحدي
وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا ملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي سيدي ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما وأوافي كفك البيضاء بالقبل. ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما وأوافي كفك البيضاء بالقبل. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي 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 يا من يغيث المستغيث إن لم تغثن فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا من يغيث المستغيث إن لم تغثن فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا من يغيث المستغيث إن لم تغثن فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. أنت لمن قد ظل هاك يا كريم الكرماء يا رحيم الرحماء. أفض أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهاد. يا من يغيث المستغيث
يأتي السحاب ممطر يروي البلاد والعباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد، سواك يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الأحبة، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، الليلة المباركة، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوب على كل من حضر معنا في هذا اللقاء المبارك. طيب الأحبة، كما تعلمون الحدث الذي وقع في هذه الأيام وقد آلمنا وآلم كثير من الأمة الإسلامية، وهو حدث وفاة صاحب سمو الملك الأمير نائب بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية والنائب، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكن في فسيح جناته وأن يتقمد روحه وأن يكون يلهم أهله الصبر والسلوان ويصبر الأمة على مصيبتها، فنسأل الله أن يغفر له ويغفر للجميع بإذن الله. طيب الحبة، ودنا نأخذ بقص البسيط في بعض مشاعر الذين حضروا معنا في هذه الليلة، نأخذ كم واحد منكم، ثم بعدها نعود للتواصل مع فرقة قمم وما عندهم من إبداع في هذه الليلة. مسرح الأشبال الترفيهي، علم أجيال التطوعي، الملتقى الشبابي، وفعاليات متنوعة للرجال والنساء، أنشطة رياضية متميزة. قد آلمهم ما آلمنا وآلم الأمة الإسلامية بوفاة صاحب سمو الملكية الأمير نائب بن عبد العزيز، فما ندري إذا كان أحد عنده مشاعر ودي والصلاة. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الأمير نائب بن عبد العزيز، الله يرحمه إن شاء الله. الله، ودي نتعرف عليك في البداية. ترك عبد الله القحطان. والله والنعم أستاذ تركي. طيب، الحدث آلم كثير من الأمة الإسلامية في هذه الأيام، ودنا تعيد انطباعاتك عشان الجمهور يسمع. والله طبعا آلمنا كثير، الله يرحمه إن شاء الله، وعظم الله جنب الملك والأسرة المالكة والشعب السوري. الله يجزيك خير. طيب الحبة، ننتقل مع أحد الأخوان إذا كان هناك فيه مشاعر من الحضور. طيب، السلام عليكم يا والد. عليكم السلام ورحمة الله. بدنا نتعرف على الوالد. عبد الله علي الحذيفي. والله والنعم. أبو من ما شاء الله؟ ها؟ أبو من؟ أبو وهيب. أبو وهيب، الله يحفظ لك أبو وهيب. يعني أنت تدري عن الآن الأوضاع والحدث الذي آلم كثير من المسلمين في هذه الأيام، ما ودنا من مشاعر تنقلها إلى المشاهدين الأفاضل. الله نعزي شعب المملكة العربية السعودية والأسرة المالكة بالحدث هذا اللي حصل، ونسأل الله أن يجبر كسر الأمة بهذا الحدث وأن يخلف عليهم بخير، يعني بأحسن من اللي راح إن شاء الله.
ونسأل الله أن يوفق القائمين على الحكم في البلد هذه. آمين. جزاك الله خيرا. السلام عليكم، كيف حالك يا ولد؟ أكرم. تعرف عليك؟ أحمد بن حمد الجهني. الله والنعم. أبو من ما شاء الله؟ تحسن. أبو أيمن. أبو أيمن. طبعا نفس الوضع، الحدث الذي آلمنا وآلم كثير من المسلمين في هذه الأيام، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه في سح جناته. ما هي شعورك وانطباعاتك يعني توصلها للجمهور اللي يشاهدونك في هذه الليلة؟ الله ويشهي العزي حضر بحمي عن الشرفين، نسأل الله أن يلهم الصبر والسلوان، نعزي الأسرة المالكة ونعزي الشعب السعودي ونعزي الأمة العربية، لأنه فقيد فقيد الأمة كلها، مو فقيد الشعب السعودي. نسأل الله أن يلهم الصبر والسلوان الأسرة المالكة، نسأل الله أن يغفر له ويتقمده بالرحمة، ونسأل الله أن يغفر له لأنه له أعمال جليلة، أعمال جليلة ما طبعا ما أذكر، يعني أعمال قام بها جزاه الله خير، نسأل الله أن يعوض خير، نسأل الله أن يسكن في جناته، نسأل الله يغفر له ويغفر للجميع، والحمد لله. جزاك الله خير ونسأل الله أن ينفع بك. طيب الأحبة، بدنا ناخذ أحد الشباب. السلام عليكم. السلام. حياك الله يا شيخ، ايش اسمك؟ فهد عسيري. والله ونعم سيد فهد، ايش مشاعرك فنا؟ والله فقدنا أمير الصراحة مهم جدا للأمة الإسلامية والعالمية، وعظم الله أجر المسلمين كلهم. آمين. جزاك الله خير. أيضا يا الأحبة ناخذ مشاعر أحد الحضور معنا في هذه الليلة. الأخ عصام السلمي. والنعم فيك والله. هل عندك انطباع مشاعر ولا؟ الله نسأل الله أن يغفر له ويرحم له من عافية. اللهم آمين. جزاك الله خير. طيب ناخذ آخر مشاركة من مع أخونا الأستاذ ناهض الغامدية. والله ونعم أستاذ ناهض. نعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير نايف، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، نعزي الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية في وفاته. اللهم أمين. جزاك الله خير. طيب الأحبة، نشكر كل من شارك معنا وقدم مشاعره بهذه الحدث، فنسأل الله يكتب لهم الأجر والمثوبة، وكما قلنا نسأل الله أن يغفر لي صاحب سمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز وأن يسكنه في فسيح جناته هذا، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أيها الأحبة، الآن ننتقل إلى المسرح مع إكمال فقرات البرنامج مع فرقة قمم بقيادة الأستاذ جهاد اليافعي، فليتفضل معنا. الملتقى الصيفي 33 بجدة، أنشطة ثقافية، عروض مسرحية، مسرح الأشبال الترفيهي، علم أجيال التطوعي، الملتقى الشبابي، وفعاليات متنوعة للرجال والنساء، أنشطة رياضية متميزة، بالإضافة لأكثر من 100 فعالية تلبي طموحاتكم، والجائزة الكبرى لهذا العام سيارة موديل 2012. لا تدعوا الفرصة تفوتكم. الملتقى الصيفي 33 بجدة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرقم. ما أطيب الأيام إذ نحيا على لقياك يا خير الأثر بتألق.
جمالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته يذوب فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب فهلا كنت ذاك الجذع يوما وأنت لي المداوي والطبيب وكفك تمسح العبرات مني وقلبك سيدي مني قريب فيا الله لي أمل وإني لأعلم كم زللت وما أصيب وأعلم أن زلاتي كبارا وأن الجذع ليس له ذنوب Yeah.
يهوي في كل جالي نورا سطوعه يلالي راسخ رسوخ الجبال في قلبي والله هد يوفي كل جالي نورا سطوعه يلالي راسخ رسوخ الجبال في قلبي والله واسمع يا عمي وخالي شايب شبابه يهالي هذا النبي مثال قدوتك خله وخله تهداك عيني ومالي أمي وأبويا عيالي والشيث مين وغالي يا رسول الله طفك يداعي خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله سلم عليها الغزال وناخت رقابا جمالي وصاح الجذابا فعلي مشتاق والله سلم عليها الغزال وناخت رقابا الجمال وصاح الجذع فعلي مشتاق والله عالي وغالي وحالي أفنيه في كل حالي والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله تهداك يا عيني ومالي أمي وأبويا عيالي والشيث ميني وغالي يا رسول الله طفك داعي خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله وتفداك تفداك عيني ومالي أمي وأبويا عيالي والشيث ميني وغالي يا رسول الله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا عيالي والشيث ميني وغالي يا رسول الله يا رسول الله هذه مرثية في الأمير نايف لرحمة الله رحلت كلنا نبكي فراقك يا ولي العهد ترى نائي ورب الكون نحبك حب ما لا حد رحلت وما بقى فينا سوى أجمل عطياتك رحلت كلنا نشهد على أنك حي بأفعالك كسيت الفقر بثيابك كسيت الفقر بثيابك رعيت اليتم بإحسانك أصيل وطيب أصلك وكل يعرف أخلاقك حبيب وصادق ومخلص عسى الله
عسى الله يرفع بشانك ويجعل دارك الجنة، عسى الله يرفق بحالك. رحلت وكلنا نبكي، رحلت وكلنا نبكي، رحلت وكلنا نبكي، فراقك يا ولي العهد.